السؤال الثاني عبد الملك. السؤال الثاني يا شيخ بارك الله فيكم، ما حكم وضع المسلم لصورته الشخصية على مواقع التواصل بحجة أنه يريد أن يعرف بنفسه؟ هل هذا جائز يا فضيلة الشيخ؟ هذا لا يجوز استعمال الصور إلا للضرورة. إذا كان يضطر إلى استعمال الصور في حفيظة النفوس في البطاقة الشخصية في جواز السفر فلا بأس بذلك للضرورة، أما غير ذلك فلا يحتفظ بالصور ولا تستعمل الصور لغير ضرورة إلى استعمالها. نعم.